قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري حدد 18 من يونيو الجاري موعدا للسفر إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي، ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي 21 من الشهر الجاري في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقيا. أكد عبد الحفيظ أنه جاري الانتهاء من ترتيب إجراءات السفر إلى المغرب وإنهاء استخراج التأشيرات قبل سفر بعثة الفريق بوقت كافٍ.